وبركاته، أبنائي طلاب اللغة الألمانية في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جميل وهو الأفعال المنفصلة. Die trennbaren Verben. Wir lernen trotz des Coronavirus. إحنا بنتعلم ولا يهمنا فيروس الكورونا. Trennbare Verben، الأفعال المنفصلة. Die trennbaren Verben عبارة عن إيه؟ عبارة عن ein Verb بس besteht aus zwei Teilen، بيتركب من جزئين. تايل 1 هيروح في آخر الجملة، وتايل 2 هيتصرف كونيوجيرت مت ديم سوبجكت، هيتصرف مع الفاعل. يعني بص كده، فيرب أوف شتين معناها يستيقظ، أوكي؟ أوف هنوديها فين؟ في الآخر، وشتين هنصرفها مع إيش؟ إيش شتيه أم 6 أور أوف، أنا هستيقظ الساعة السادسة. عندنا بعض الأمثلة اللي احنا هنعملها مع بعض. أول فيرب عندنا اسمه أنغوفن. أنغوفن يعني كول، يتصل تليفونيا. أوكي، هنصرف، هناخد المقطع رقم واحد نوديه فين؟ آخر الجملة. أن، المقطع التاني هنصرفه مع إيه؟ مع الفاعل. يبقى هنا مع دو تبقى غوفس. أوكي، فان غوفس دو مش أن، متى تتصل بيا؟ امتى هتتصل بيا؟ اين لادن مركب من المقطعين اللي هما مين؟ اين هنحطه في الاخر، ولادن هنصرفه مع الفاعل. اين لادن تو انفايت، يدعو يعزم. اوكي، اين لادن هنصرفها مع بيتر. بيتر يعني ايه؟ ليت. بيتر ليت زاين فريند اين، بيتر هيعزم أصدقائه. invite his friends. aufmachen يفتح. aufmachen to open in English. اوكي، auf هنحطها في الآخر. اوكي، علي مخاطب يعني imperative أو forderung، طلب أو أمر، هنكلمه بدو. ومعاها machen هتبقى machst. في حالة الإمبراتيف بنحذف دو والإس تي، تبقى مخ. علي مخ دي تير أوف، علي افتح الباب. علي مخ بيتر دي تير أوف. أوكي، تسو مخن يعني كلوز، يغلق. هناخد المقطع الأولاني نحطه في الآخر. تسو مخن هنصرفها مع زي غوس، زي حضرتك. ماخن زي بيتر داس فينستر تسو، ماخن زي بيتر داس فينستر تسو، كلوز بليز ذا ويندو. ماخن زي تسو، اغلق النافذة. اين كاوفن يعني ايه؟ اين كاوفن يعني يتسوق. تو شوب ليزا هنعوض عنها بزي، حط اين في الاخر ونصرف كاوفن مع زي. كاوفت ليزا، كاوفت هويتا اين، ليزا شوب توداي، تتسوق اليوم. ابزاجن كانسل، يلغي. اوكي، هنحط ايه في الاخر؟ برافو. اب نصرف ايه في الاول؟ زاجن، تبقى ايش زاج. ايش زاج دن تامين اب، اي كانسل، ها هكنسل الميعاد. اوكي، ان ماخن يعني سويتش اون او تيرن اون. ايش هنحط ايه في الاخر؟ ان، تصرف مع ايش؟ ماخه. ايش ماخه دن فيرنزير، التلفزيون، تي في. ايش ماخه دن فيرنزير ان، هفتح التلفزيون، تيرن اون. اوس ماخن يطفئ، هنحط ايه في الاخر؟ turn off. هنحط aus ونصرف verb machen. يا ترى هنصرفه مع ايه هنا؟ خدوا بالكم في كلمة eure هندس موبايلاتكم، يبقى هنصرف مع ear، مع ear انتم. تاخد ايه؟ برافو عليكم. macht eure هندس aus، switch your smartphones، your mobiles. اوكي، سويتش اوف،
يعني ايه؟ يطفي. اينشتايجن رايد يركب يصعد ايش اندنبوس، نحط ايه في الاخر؟ برافو اين ايش شتايجر، ايش شتايجر اندنبوس اين، هركب الاتوبيس. اخر فيرب اوس شتايجن ينزل، اوس شتايجن ينزل، هحط ايه في الاخر؟ اوس على يعني الجميع الكل، يعني هنعوض عنهم بزي هما، زي هما تاخد. برافو عليكم شتايجن على شتايجن هي هنا اوس. اوكي، ده كان درس النهارده. نفتكر مع بعض تغنبر فابن الافعال المنفصله، تغنبر فابن الافعال المنفصله، اوف شتين المقطع رقم واحد يروح في الاخر، والمقطع رقم اثنين يتصرف مع الفاعل ايش اشتيا ام زكس او اوف. وكانت قدامكم الامثلة. اتمنى ان الدرس تكونوا فهمتوه بشكل جيد. دانكشن، تشوس.